هذا واحد مصري سلمت يقول قررت اعتمر يجيني في المنام يجيني شخص في المنام يقول لي يا فلان لا تقول هذا حلم فلان الفلاني جاركم خذه معك للعمره يقول اصحى من النوم اقول اضغاث واحلام يعني اليوم الثاني يجيني يقول انا قلت لك واكرر عليك صحيح. فلان الفلاني جاركم خله يروح فلان جاركم خله يروح معك للعمره خذها معك يقول رحت لاحد المعبرين اللي نعرفهم قلت يا اخوي رايت كذا كذا قال هي على ظاهرها م. هي على ظاهرها شف الثالثه ثابته ان جاك الثالثه فخذها تعرفه الرجال جاركم ده قال أعرفه بس عمري ما شفته في المسجد قال أرعي صلاه ومشهور عنه انه ما برعي صلاه يقول شف يقول المهم ويجيني الراعي فذه معك للعمرة يقول واروح له طق عليه الباب تغرب هو السلام عليكم عليكم قال انك بير شلونك عساك طيب اسمح لي قال تفضل قال يا اخي انا ودي اخذك معي للعمرة ايش رايك قال انا قال لي انا ما اعرف انا انا ما اعرف اصلي عشان اروح للعمره قال انا اعلمك ما اعرف اتوضا قال انا اعلمك وانا باخذك معي ابد محفول مكفول معي يا ابن الحلال قال بس ارجوك تم تم يقولوا علمه يتوضا ويوم انه عاد بشرته بالعمره فتحت نفسه الموضوع الصلاه الرجل ما يصلي ابدا يقول اخذته رحت للعمر يقول يوم جينا ويقول انا معه خطوه بخطوه يقول الرجل وضح عليه التاثر سبحان الله يقول حب مثل اللي سبحان الله بدا يراجع نفسه يقول بدا يقول احنا جالسين بالسكن يقول ابى اروح وانت بتروح اروح للحرم ابى اروح يا اخي انا انا فرطت فرطت سنين خلي اروح يقول اقول له روح يا روح خذ راحتك يقول يروح يقول المره الاولى راح ورجع اليوم الثاني راح تاخر علينا ونسال ونطقص كذا واذا الرجل يا جماعه الخير ساجد ووجد وهو ميت ساجد الله في الحق الله الله, الله, الله اخذوه الرجال كلموا اهله بمصر قالوا طبعا انفجعوا فجيعه غسلوه عندكم صلوا عليه بالحرم وادفنوه بمكه يقول خلصنا يقول انا لا زالت يدور في راسي هذا وش وضعه ذا هذا وضعه غريب يقول واروح لزوجته يا اختي ابى اسال سؤال انا يوم اجي اقول لزوجتي اني اني ابيك تعتمر معي ترى رايبه رؤيه وعبرتها انك خذه معك وانا صراحه ما اعرف وش هو ولا اعرف وش وضعه وكذا قالت انا اقول لك وش وضعه زوجي مو هو براعي صلاه لكن عنده قلب طيب خاف لله عجوز بالحاره يقول يروح يقضي مقاضيها ويشتري لها مخصص جزء من راتبه لها هذيك العجوز ما لها الا دعوه واحده يقول روح يا ولدي الله يحسن خاتمتك الله يحسن خاتمتك، الله يجعل خاتمتك حسنة هالعجوز تقول, تقول تقول أنا سمعتها تقول زوجي تقول أنا سمعتها تقول ما تكرر إلا هذه الدعوة تقول ما عندي شيء أجزيك فيه إلا أن يدعو لك بحسن الخاتم والله جتها ما شاء الله الله يتقبله الله يتقبله يا أخي يا أخي يا أخي تفرط سنين مثل ما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل ما يكون بينهم ثم يسبق عليه القول فيعمل